السلام عليكم. حياك الله شيخنا. الأخ شهاب كان يسأل عن نعم. تعدد المسميات، نقول الشهداء، فبعضهم يسميهم القتلى وبعضهم يطلق نعم. عليهم الشهداء، فما هي صفة الشهيد الحقيقية؟ وهل إخواننا، وهم طبعا كذلك، وهل إخواننا الآن الذين يقتلون في هذه الحروب يطلق عليهم شهداء؟ من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أرضه أو عرضه فهو شهيد. فالفلسطينيون الذين يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل المحافظة على بيت المقدس والمحافظة على الدين والمحافظة على العرض وعلى المال هم من الشهداء. نعم، لا يقطع لواحد بعينه بكونه شهيدا. نعم، يقال له شهيد، الشهيد فلان، تيمنا وأخذا بظاهر الأحكام ورجاء أن يكون كذلك، وهذا إنما هو على سبيل الظاهر، يقال الشهيد فلان لأنه مات في ساحة معركة وفي حرب مشرفة ضد عدو فهو شهيد، وتجرى عليه أحكام الشهداء إذا قتل في أرض المعركة وفي ساحة المعركة، فمن حيث التغسيل يعني أو الصلاة عليه أو التكفين، أحكام الشهداء المعروفة. نعم، من لم يقتل في أرض المعركة فهو شهيد شهادة معنوية، لكن لا يعطى أحكام الشهادة المقررة في الفقه للشهيد. ونحن نحسن الظن بإخواننا، ونحن نشاهد بطولاتهم في الحقيقة، ونشاهد تضحياتهم، وهي تدل على قوة إيمان وعلى شجاعة وصلابة وصدق مبدأ. فنسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء، وأن يرفع درجاتهم في عليين، ونسأل الله عز وجل أن يصبر أمهاتهم وزوجاتهم وأهاليهم، وندعو أهالي هؤلاء الشهداء إلى أن يعتزوا، أن يفتخروا بهم، وأن يجعلوهم يعني في محل التقدم لهم بينهم وبين الله عز وجل في يوم القيامة. فلذلك استخدام الألفاظ الشرعية الصحيحة في هذا المقام أم مهم. قضية شهداء، قضية المحتل، العدو، الغاصب، الكيان، الصهاينة، هذه الألفاظ لها أثرها في النفوس، ولا ينبغي أن تميع القضية، ويعني نجعل ما يسمى بدولة إسرائيل بين قوسين في جهة موازية للفلسطينيين أصحاب الأرض، وإنما هي الأرض لأصحابها ولأهلها، وذلك إنما هو محتل غاصب. فلذلك ندعو وسائل الإعلام إلى استعمال الألفاظ الصحيحة الدقيقة التي تعبر عن الواقع، ولا يكون فيها شيء من التمويه أو شيء من مخالفة الحقائق الثابتة شرعيا أو الثابتة تاريخيا. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور.